السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدو عصير، وهذا العصير بالكليمونتين ولا المندارين. هذا العصير كيجي بحال العصير اللي كيتباع المعلب، وبالضبط بحال ميامي. لهذا العصير غادي نحتاجو 2 كيلو ديال المندارين، غنحتاجو معاه إلا كانت حامضة صغيرة نديرو حامضة صغيرة بالقشرة ونقسموها ونحيدو منها غير ديك العصفة العلفة اللي كتكون داخل. إذا كانت الحامضة كبيرة ديرو غير نصها، أنا عندي الحامضة كبيرة درت غير نصها السيتخون هذا الكبير. وعيد غادي نحتاجو 2 كيلو ديال المندرين منقي من طبيعة الحال ومغسول ومنقينو، وغنحتاجو حامضة صغيرة مقطعة ومزولين ليها غير العصفة. إذا كانت كبيرة كنديرو غير النص، كانت صغيرة كنديرو وحدة كاملة. غادي نزيدو عليهم لترو ديال الماء، غنضيف داك لترو ديال الماء، لترو ديال الماء بارد من الروبيني بحال هكايا. وغادي نديرو فوق البوطه، ملي تغلى لينا الطنجره غادي نحسبو ليها نص ساعه على نار هاديه. الا درتوها في الطنجره ديالنا او المندرين ديالنا ملي طاب خليته نص ساعه، ها هو كيولي على هاد الشكل. دابا غادي نخليه يبرد، يبرد مزيان، وعاد نوليو نطحنوه مع بعضياتنا ونضيفو السكر والماء الكافي اللي غادي نديرو به. هاد العصير راه تيخرج لينا تقريبا من 4 لتر حتى ل4.5 لتر. الليمون ديالنا ها هو برد مزيان. دابا غادي نحتاجو معاه السكر حسب الذوق. السكر هنا انا درت زلافة تقريبا فيها 250 غرام، ونأكد ان السكر حسب الذوق، كديري السكر نتي على حسب الحلاوه اللي كتبغي السيده في البيت. دابا غادي ناخد الخلاط الكهربائي وغندير فيه الليمون ديالنا يتطحن مع السكر، ونتلاقاو باش نصفيه ونزيدو الماء الكافي اللي باغين. العصير ديالنا ملي كملتو الليمون ديالنا في الطحين كنصفيه في هاد الصفايه بحال هكايا كيف كتشوفوا. صفيناه مزيان، غنحيدو هاد الصفايه دابا، وغادي نزيدو نضيفو عليه 3 لترو ديال الماء. غنضيف 3 لتر ديال الماء. هاد العصير انا كنديرو كقاعده، كنطحن به جميع انواع العصيرات اللي كاين بالفواكه اللي كيكون داخل فيهم عصير الليمون. في عوض لا نمشيو نشريو ديال العلبه كناخذو هذا ومحضر في البيت. دابا عصير كنخرج لنا 4 لتر، 2 كيلو ديال المندرين مع حامضة تتخرج لينا 4.5 لترو ديال العصير. هانتو كيف كتشوفو رفيع، كيجي تماما بحال المعلب بحال ميامي، وخصوصا بحال ميامي كيجي بحالو تماما كيف كتشوفو. دابا غادي نديرو في قريعات وغادي ندخلو للتلاجة ونخليه في التلاجة، ووقت اللي نبغي نشربوه هكا مع في العشيات مع لي غاطو ولا شي حاجة، ولا نطحنو به لي فخوي كيجي مع الخوخ مع البنان مع التفاح، يعني جميع انواع الفواكه ممكن نديروها معاه ونطحنو. العصير المندرين ديالنا اللي بحال ميامي ها هو كيجي على هاد الشكل، يعني راه اقتصادي وساهل في الخدمة ولذيذ بزاف ومنعش. نتمنى تجربوه ويعجبكم. اللي عجبتها الوصفة تعمل بارطاج ليها وتشاركها مع الأصدقاء ديالها باش توصل الوصفة لأكبر عدد من المتابعين. وما تنساوش لايك للفيديو، خليو الانتقادات ديالكم التعليقات ديالكم أسفل الفيديو. إلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.